السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أهني الثلاثة الألف والثلاثة المئة والعشرة، ما هذا هو باسمه، هذا هو تلفون. أهني الثلاثة الألف والثلاثة المئة العرسان الذي تزوجوا أمس، أهنيهم بمناسبة الزواج. ألف ألف مبروك، وأتمنى لكم إن شاء الله حياة زوجي سعيدة، عيشوا حياتكم وافتنوا وارتاحوا ما شاء الله، وجعلت لكم أفضل فرصة. والله إن في شباب يتمنى إنه يتزوج، والله شباب قد قرح الفيوز، قرح الفيوز بجننوا في الشارع، بجنن في الشارع بنفس عدد كعشي يتزوج. معانا ناس في اليمن هنا بيلعب بزلة لعب، والله بيخزنوا من 70,000، يخزنوا من 100 في اليوم بعد على المدفل يخزن يندح بحشامه هذا فالشكل، ما عاد يقدر يخلص الزنة، وبعد يرجع يذبلها للمدفل ولا للشارع ويب 100,000. وناس بيتمنى يتزوج، بيتمنى وأسر معاهم أكثر من 5-6 بنات، كتن معجزات، كتن معجزات، ما عاد بيسمع عنش ولا عاد بيصير انزوي. قلت تدعيها باسمها، قصدك ان عادي هذا الذي عادي في ذات اعدادي، وتقول ما هو تدعيها ما هو، ما عاد بسمعش، خلاص ما عاد بسمع، قليل درني من كثر ما عجزت وصل البيت. مش هو ذنبه، ذنب ابوها ولا امه لما يجي واحد يخطبها وهم يشرطوا ويشتوا ملايين ويشتوا كذا ونشي صالات ونشي نازل وجا عجوزه، زو الشاعد عضب عليك وسط البيت، حرام لا تعضب، زو الشيء عدنيج عليك ساعه الجد عدنيج، زو الشيء زو الشيء، صرت واحد يعني اتزوج ببنتك استرها اي هذا، توكل على الله، نشتي ونشتي زي ما بنت اختي ونشتي زي ما تقول كلام ونشتي تلك الصاله ونشتي تلك زوج والله لا تجي ايام يطلع لها شنب، تدخل لها مكانها وقعد معاها شنب ودقني تبتلت، وحرام لا تبتلت، اقسم بالله هذا ابن الله مع اكثر القهر الذي فيهن، ما عاد رجعت لها لو قدي مشنبك قدي هذا قدي بالالي تنفضك رصاص. زوج يا اخي، لا لقيت واحد مثلا يستر بنتك وهذا تزوج. على العموم اهني العرسان، وكذلك اشكر الهيئه العامه للزكاه مبادر القوه، انا اشكركم للامانه، عملتوا معروف، وهؤلاء هم مؤمنين، هؤلاء العرسان الذي زوجتهم مؤمنين يستاهلوا، وعاد باقي مؤمنين خيرات، بصيروا كم يا مؤمنين، كم يا مساكين، كم يا فعلوا خير، هي زكاه يعني ما شاء الله هذا بالتو والامور طيبه، تزوجوا. إضافة إلى ذلك الشيء أذكر نقطة معينة للهيئة العامة للزكاة، قمتوا بالمعروف واصلوا بالمعروف، هذا الطفل مثلا فعلوا للزكاة، هي بطانية، هذا الطفل الذي لقيت في الشارع هو مؤمن، والكل تولى بطانية ومؤمن، يرحم الله بملايين من هذا الأطفال، ملايين بيرقدوا في الشوارع بيدور هذا اللي مثلا دفافني لأي حاجة، فعلوا زكاة وخير، هو مؤمن بيصلي، هذا بدا راقبه يصلي ولا بيفلت ركعة، يصلي واصل مؤمن، علي أنا. هذا الأم الذي راقدة في الشارع هي وبنته، والكل مؤمنة وبتصلي وبتترك، وأعرفه مؤمنة، تولها بطالة، تولها كذا معاش من أي شهريا يعني، قلت يلا الباري كريم، شو تفعلوا خير؟ والله الموضوع موضوع إشهار وكذا وزواج ومدري كم حري، فعلوا خير فيها وهؤلاء مساكن مؤمنين. هؤلاء الذي بياكلون من القمامه مؤمنين، والكل مؤمنين، شوف يا هيئه يا عمي يا زكاه، هؤلاء مؤمنين والكل مؤمنين، بياكلون من القمامه، فعلوا فيهم معروف. اليوم دنيا وغضب اخر، والله ما حد يشيل معه حاجه، والله ما حد يشيل معه حاجه، انا داري وانت داري وهو داري يرحم الرحمن، والله ما حد يشيل معه حاجه. هؤلاء الذي بيدوروا على وضلها الماء ويساروا على وضلها الماء، يتحمل بنت صغيره تب مالها ما يفتضر ظهرها، مؤمن اول كل وبتصلي بتترك تولها يا رحمتها، اعملوا خير. هذا الاسره الفقيره، هذا الذي بيدوروا ما ياكل، مؤمنين اول كل مؤمنين من حق الجنه، انا اخذ من عرف وجهي سبسرهم قوم واصل فاتحين قران وبيصلوا مؤمنين، تولهم فعلوا خير، ومش ترتجموا عرض تاجر، سيروا لعند التجار تو علشان تولوا هؤلاء المساكين، ما عاد تاجر بتشلوا منه بعدها بيرجع يفلعنا احنا، هكذا بعض التجار يجي التولى تسلخه ويجي يسلخنا احنا، احنا شباب نسلخ، قد سلخنا انا وافتضنا خلاص، سلخ البدر علينا خلاص، يكفي تعب يكفي، فعلوا خير يعني، فعلتوا معروف الثلاثة الألف والثلاثمية هؤلاء، وزوجتوهم وكذا ونعشتوهم ودفيتوا رفقهم، وهؤلاء دفوا أجسامهم،
هؤلاء اللي بيرقدوا في الشارع، اتولهم بطانيات، اتولهم سكن. هذا الطفل مثلا اللي بيرقد في الشارع خلاص قد محروم من ابوه، من امه، من تعليمه، من مستقبله، من حياته، من كل حاجه. بطانيه 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 لكل غني. هذه رسالتي لكل غني، مش غلى الدوله، لكل غني ولكل ثري ولكل الذي بيلعب بالزلط والذي بيخزنوا بالاف الدولارات. والله انا كنت اعرف واحد كان يخزن فلم ب 100 دولار. تدخل لها لفهم 100 دولار بعد ارجع يدفلها مغرب ما كان شي واصل. انا اخزن ب 3000 وتجسها تجسها البحشام في لقفي لا فجر لا ما يورص لك في ساعه دقائق خلاص انكت ضروري ابعته ولا ادفل على راسي ساعه المقله. وهذا لا مغرب وفعل ب 100 دولار 100 دولار هذا تعيش اسرتين ثلاث اسر يا رحمتاه. اما المساله مساله تشهير وكذا وتعرسنا ولا هي العمله الغيبه ارحم الراحمين بيحسب باب بالملي. دائما ولدي يفعل الخير ودائما ولدي بالظاهر وعالم بكل حاجه. فعلوا خير في المساكين، الناس بيرقدوا في الشوارع، الناس بياكلوا من القمامه. فعلوا خير سواء الدوله ولا التجار ولا المبولين ولا كل واحد فعل جهده. كل واحد فعل جهده. شكرا لله يا العامل الزكاه. سيدي بسرعه للعزبان الثانيين الذي بيدلكم كل واحد بيدلكم راسه عرض الجد شي يتزوج نفسه مثل ما انت مزوج يا مسؤول يا مبون ومرتاح ودافي وهو شي يتزوج شي يتزوج مثل ما انت بتزوج من خيرات الدنيا هذه والباري نعم عليك. عاد تمنوا بعدها تبعثوا غير ثاني واحد تتصدقوا. يتمنى الصدقة، الصدقة هي تحاجي تخارجك من مصايب الصدقة. صدقوا خرجوا عد موت وعد عطب عليكم. والذي مع بنات وسط البيوت خلاص قدن خلاص أمان مع قديم لعوز سعر رجيزة ما عب شنطة راح البطرة قدن المشافرة مفلعت قدنك ما عد تبطرش لما الزوج شلع عد تبطرش فعلا سنة تبيض لك ضل أخزاك روب عاد تقدرش دمجخ وينك عطك مزوجوها يعطوا بين وسط البيوت بس. سلام الله عليكم.